وينضم إلينا الصحفي المتخصص في الشؤون العربية السيد أحمد جمعة الصحفي باليوم السابع. سيد أحمد أهلا بك. وهنا يعني ملف القدس ما زال تداعياته متواصلة، يعني طبعا الكل يستنكر ما حدث من قرار ترامب والإدارة الأمريكية، والتداعيات أيضا ما زالت في كل الدول سواء كان عربية أو عالمية تندد بما حدث. الصحف طبعا العالمية لها دور كبير جدا في مقالاتها. كيف ترى إلى الآن التداعيات التي صاحبت قرار ترامب والإدارة الأمريكية بشأن القدس؟ يعني حتى الآن تداعيات هذا القرار الذي اتخذه دونالد ترامب أو وعد ترامب المشؤوم يأتي في الذكرى بعد مرور 100 عام على وعد بيلفور. قرار ترامب أطلق العنان لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات التي يتم بنائها في مدينة القدس سواء في القدس الغربية أو القدس الشرقية، إضافة إلى رعية على تهجير العرب من المدن العربية. إسرائيل في الفترة الأخيرة شنت حملة اعتقالات واسعة في حي سلوان وفي العيساوية وفي بعض الأحياء العرب في القدس الشرقية تحديدا. يعني القبضة الأمنية هنا المشددة أصبحت أكثر بطشا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، في ظل ضعف الموقف الفلسطيني للانقسام الفلسطيني حتى الآن المصالحة لم تنجز بشكل كامل، هناك المصالحة تسير ببطء، ضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية، ضعف الموقف العربي، الموقف العربي لم يحدد مواقف حاسمة، مجرد توصيات ومناشدات للولايات المتحدة قرارات حاسمة تجاه القرار الأمريكي أو للرد على القرار الأمريكي. حتى الآن يعني الفلسطيني يواجه القرار وحده، يعني أهلي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يواصلون انتفاضتهم لليوم الثامن على التوالي ردا على هذا القرار. غدا حركة الجهاد الإسلامي تعت إلى مسيرة مليونية في قطاع غزة، ستكون هناك أعداد حاشدة. يعني التحرك على المستوى الشعبي فقط للأسف، التحرك على المستوى الرسمي العربي أو على المستوى الإقليمي ضعيف، حتى قمة تعاون منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول قمة ضعيفة. يعني القرار الوحيد الذي خرجت به ولم توضع أسس وضوابط كيف سيتم الفلسطينية القدس الشرقية. سيد أحمد لازم يجيد الخط. نعم طيب يا ريت تقف في مكانك الأول لأن الصوت لا يعني يهتز. هل تسمعني معك الآن؟ نعم أسمعك الآن. نعم، يعني قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة التي عقدت في اسطنبول لم تخرج بأمال، يعني لم يعلق عليها الأمال، يعني نقطة واحدة وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. لم يتم وضع ضوابط أو أسس كيف سيتم الاعتراف بهذه الدولة، كيف سيتم حشد طبعا هنا يعني هذه القمة لم تأتي بقرارات أصلا ملموسة يعني أو على الأرض أو بنتيجة مهمة. حتى الموقف التركي يعني تجاه القضية الفلسطينية، تركيا تستخدم القضية الفلسطينية دائما للمتابرة بالقضية، يعني رجب طيب أردوغان والنظام التركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهذا موثق يعني على المواقع التابعة للحكومة التركية والمواقع الإسرائيلية. فهنا تستخدم تركيا ورقة القضية الفلسطينية يعني بنوع من المتابرة والمزايدة، ودوما تستخدم تركيا هذه الورقة. يعني حادثة سفينة مرمرة استخدمتها تركيا استخداما كبيرا، حققت يعني مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب القضية الفلسطينية. تركيا التي كانت تمد الطائرات الإسرائيلية بالوقود الآن ترفع راية ولواء القضية الفلسطينية. يعني طيب هنا استاذ احمد لما نتكلم على ان مصر يعني سوف تقوم بفتح معبر رفح في الاتجاهين في الاسبوع المقبل، هيئه المعابر والحدود الفلسطينيه مساء اليوم اعلنت انها يعني سوف يتم فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في كلا الاتجاهين من يوم السبت المقبل وحتى يوم الثلاثاء، كيف تثمن هذه الخطوه؟ نعم، يعني القيادة المصرية تعمل دوما على تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب الفلسطيني، ويتم فتح معبر رفح في ظل يعني مع استقرار الحالة الأمنية في سيناء، يتم فتح معبر رفح بانتظام للأشقاء الفلسطينيين لمرور الطلبة والحالات الإنسانية وعودة العالقين. دوما مصر تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن ضرورة أن يتحقق الاستقرار الأمني حفاظا على العالقين الذين من المعبر، ليس فقط يعني بعض يلوم غلق المعبر في ظل اضطراب الاوضاع الامنيه، لكن مصر تحافظ على ارواح الاشقاء الفلسطينيين كي لا يتضرروا او تحدث
مشكلة من المشكلات له تهدد حياتهم. لذلك تحرص مصر على التخفيف عن عبء وكاهل العبء الوقع على كاهل المواطن الفلسطيني، وذلك بفتح معبر رفح على فترات حتى لا يشعر المواطن الفلسطيني بالحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل بشكل أكبر. تخفف مصر هذا في إطار دورها التاريخي الذي تلعبه لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، ويأتي ذلك في إطار التحركات الأخيرة التي قادتها القاهرة لإنجاز المصالحة الوطنية ما بين حركتي فتح وحماس. ووفق الاتفاق الموقع في 12 أكتوبر الماضي، مصر ماضية في المصالحة الفلسطينية لإنجازها بشكل كامل وحل كافة المشكلات عقب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة. إذن دعني أشكرك الأستاذ أحمد جمعة الصحفي المتخصص في الشأن العربي باليوم السابع، كنت معي عبر الهاتف. إذن